بادر العراق إلى تأسيس العديد من مؤسسات العدالة الانتقالية كمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة دعاوى الملكية ووزارة الهجرة والمهاجرين، وكل مؤسسة منها تعنى بإنصاف شريحة عراقية تعرضت للقتل أو السجن أو المطاردة أو الهجرة أو المصادرة أو غيرها. ومن مؤسسات العدالة الانتقالية أيضا وزارة حقوق الإنسان التي لا تألو جهدا في متابعة دورها وعملها الرقابي في رصد أي انتهاكات أو مخالفات تصدر عن الأجهزة التنفيذية ومتابعة ذلك إداريا وقانونيا وقضائيا مع الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون من مبدأ مهم من مبادئ حقوق الإنسان وهو عدم الإفلات من العقوبة.